انطلاقة شوطنا الثامن في مجموعة أشواط هذه الأمسية التي نتابعها هنا من أرضية هذا الميدان. نتابع ونسير إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلال، أو هنا عفوا شاهين هجن ند الشبه، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول مع سالم بن سعيد، يليه شاهين على المركز الثاني. هنا بهذه الانطلاقة هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري في تضميرة، وعلى المركز الثالث. المركز الثالث والانطلاق من براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، من يتابع على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وعلى المركز الخامس. المركز الخامس معطش في المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بالعرطي الحميري، من يتابع معطش. هذه الانطلاقة الجميلة. هنا نتابع المركز السادس. المركز السادس ياتي مناور لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي في تضميره، من ينطلق على المركز السادس. والمركز السابع هنا يأتينا بهذه الانطلاقة مشفر القادم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع سيب خلفان لغويص في تضمير المشفر. هنا من يأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي المميز الجميل، بينما الوصول في هذه اللحظات هنا من شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي ثامن المراكز. شاهين هجن ند الشبه ياتينا هنا هذه الانطلاقة او تاسعا، مع ايضا سالم بن سعيد المركز العاشر لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد القادم، هنا مع ايضا مختار بن احمد على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى في هذا الانطلاق. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى شاهين المنطلق على صدارة هذا الشوط. هنا من هجن ند الشبه مع سالم بن سعيد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، بينما شاهين هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يأتينا ثانيا. وفي المركز الثالث، المركز الثالث براق لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد في متابعته، وعلى المركز الرابع شاهين هجن العاصفة مع أيضا هنا غياث الهلالي، من يأتي رابعا معطش في المركز الخامس. أما عطش لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع المتمرس عتيق بن سالم بالعرطي الحميري في تضميره، وعلى المركز السادس. المركز السادس والقادم هنا على سادس المراكز بهذه الانطلاقات ياتي مناور لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبارك لوهيبي وشاهين. هنا المتسلل هذا الانطلاق سابعا هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هناك مشفر القادم، مشفر هنا القادم لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم بقياده سيف خلفان نغويص وشاهين هجن العاصفه عفوا المتقدم. هنا في هذه اللحظات بهذا الانطلاق مع غياث الهلالي، هناك هجن للشباب القادمه ايضا بتحدياتها على المركز العاشر مع سالم بن سعيد. هذه هي الاسماء المنطلقه، الاسماء الباحثه هنا عن التحدي وعن الأداء الجميل. مرحبا بالليل هم رغبة وذوق للتحدي والمنافس في السباق.
نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا بهذا الانطلاق ما شاء الله، شاهين هجن نادي الشبا مع سالم بن سعيد على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة مع سالم بن سعيد المركز الثاني، شاهين في المركز الثاني منطلقا. هنا هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بن سمة المنصوري من ينطلق على ثالث المراكز. شاهين هنا على ثالث المراكز ورابعها كذلك هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. هذا الانطلاق معطش، يأتينا خامسا معطش هنا على المركز الخامس، انطلاق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع عتيق بن سالم بالعرضي الحميري. سادس المراكز جاهين هجن العاصفة، سابع المراكز شاهين هجن نادي الشبا. هناك في الانطلاق هو التحدي الجميل هنا في هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة في هذا الأداء المميز. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى شاهين المنطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول. شاهين على الصدارة، هجن نادي الشبا مع سالم بن سعيد مع الكيلو متر الأخير، هنا الكيلو متر الأخير وشاهين المسيطر على زمام الأمور. أرى شاهين القادم هنا في هذه اللحظات بدأ يتسلل هجن الرئاسة مع أيضا راشد بن محمد بن سمة المنصوري في تضميرة. شاهين من يأتينا على المركز الثالث من هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتينا على ثالث المراكز. هنا التحديات والإثارة هنا في هذا الأداء، شاهين صامد على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين هنا مع هجن العاصفة القادم بكل قوة في هذه اللحظات، ولكن شاهين المسيطر على زمام الأمور. شاهين المنطلق بمقدمة هذا الشوط، هجن نادي الشبا هنا مع سالم بن سعيد على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني شاهين، في المركز الثاني هجن العاصفة مع غياث الهلالي في هذه التحديات. هنا هذه اللحظات الجميلة، تهانينا لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول. نينا والناموس لغياث الهلالي، هذا الأداء ها هو تشاهدونه. إذا شاهين من انطلق إلى الصدارة المرة الثالثة، هنا لهجن العاصفة مع أيضا غياث الهلالي، تهانينا والناموس. هذا الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني، يأتي شاهين هجن نادي الشبا المركز الثالث، شاهين هجن العاصفة المركز الرابع، يأتي شاهين هجن الرئاسة والمركز الخامس، شاهين هجن نادي الشبا أو هجن العاصفة عفوا موصلة على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. سادسا شاهين اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتوقيت الزمني 9:12 ثلاثة من الأجزاء من الثانية، توقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام شاهين من هجن العاصفة. تهانينا غياث الهلالي، بينما المركز الثاني أتانا شاهين هنا من هجن نادي الشبا 9:12 ستة من الأجزاء من الثانية. هنا والناموس، تهانينا لسالم بن سعيد المركز الثالث، شاهين هجن العاصفة هنا، وانطلاقات وتحديات هنا ب9:15 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس، أهانينا للجميع.